أرضية الميدان بنت نجم الليل وزهران الملك عاطف الصقر المدربين فايز ومحمد الصقر. القيادة ستكون للصقر زنور ما شاء الله تبارك الله نفس اسطبلات أحمد المنصور تدج في هذا الشوط مهيبة بنت بريق مبين ومهيبة الملك رام أبو كليب. القيادة ستكون لملك سواعد ما شاء الله تبارك الله. في بعد واحدة لعبة المنصور. يلا حبايبنا استعجلونا بزينة. نفس تنطلق الان بعمليه الاحماء مع الصقر زنور بالتجميل الليل وزاره للملك عاطف صقر مدربين فايز ومحمد صقر. يلا عمر مالك ظهورها زينه بتقف عمر وهدايا الرحمن الملك ابو جمال الكحيلي المدرب احمد الشحبري. احمد الشحبري فارس في حقبة مضت وخلت في عالم السباقات والميادين، درب مع عدة مدربين وشارك مع عدة فرسان ومدربين في عالم السباقات والميادين. مهيبة تنطلق بعملية الإحماء مع مالك سواعد بنت بريق مبين ومهيبة الملك رام أبو كليب مدربين اسطبلات أحمد المنصور. القيادة لمالك سواعد. يلا عمر الحسون على صاوة زينة بنت اف عمر وهدايا الرحمن الملك ابو جمال الكحيلي مدرب احمد الشحبري. القيادة لعمر الحسون فرانكي العرب. روح ابو الحسون روح روح يا ابو الحسون روح. ملاك مدربي خيول المجموعة السادسة كونوا على استعداد بإدخال هذه الأسماء تعديد على أرضية الميدان. القاهرة رقيت الصخرة وسكب الهلال. وفعلا ينطلق الشوط الخامس على بركة الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله انطلاق موفق لهذه المجموعة إناث جيل الثلاث سنوات مواليد عام 2021 مهيبة تنتزع الصدارة من البداية تليها زينب بالمراتب الثانية مع عمر الحسون ترقب نفس مع زنور بالمراتب الثالثة الإناث في مجموعة واحدة قرابة دخول هذه الأسماء. المنعطف الأول مهيبة ما تزال متصدرة هذا الشوط زنور يحاول تقليص الفارق عمر الحسون يزحف ويحاول أيضا هو الآخر تقليص الفارق على صاوة زينة. المهرات الآن ما بين المنعطفين قبل دخولها الخط المستقيم مهيبة ما تزال متصدرة هذا الشوط مع الخيال مالك سواعد. الإناث بقبل دخولها الخط المستقيم ما تزال مهيبة من الداخل نفس من الخارج مع زنور وزينة مع عمر الحسون ثلاثية كبيرة 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 مثيرة على أرضية ميدان الأحلام بخامس الأشواط. عمر الحسون من الداخل يندفع بالأمتار الأخيرة أيضا زنور مع نفس نفس وزينة نفس وزينة نفس وزينة. يا سلام زينة زينة يا زينة زينة يا زينة منين جيتينا من الداخل مع عمر الحسون. زينة يا زينة انطلقت ثانيا وحلت أولا مع عمر الحسون ما شاء الله تبارك الله. قريب يطلع من صاحبي عبد الرؤوف ولفهم يسيب الضمائم مهرجان الليل عنا مهرجان اي محمود سبان بدم الغنائم مهرجان الليل عنا مهرجان انا وهنا بنفع وغنى الدنيا قنايم
شاء الله تبارك الله. ابو ياسر احمد زعروره مدرب اسطبلات المعتز يسلم كؤوس هذا الشوط لبطلة هذا الشوط بكل جدارة واستحقاق التي انطلقت ثانيا وحلت اولا. وين التصفيق لزينة بكيف عمر وهدايا الرحمن الملك ابو جمال الكحيلي المدرب الكبير احمد الشعبري والقيادة لفرانك العرب ابو الحسون عمر الحسون. مبروك الف مبروك احمد الشعبري وما ادراك ما احمد الشعبري، هذا خيول كبيرة في عالم السباقات والميادين سابقا ومدرب الحالي بهذه المهرة الأنيقة المميزة زينة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مبروك العم ابو جمال الكحيلي. اللهم صل على سيدنا محمد. مرتبة ثانية نفس مرتبة ثانية من تجميل ليل وزهر الملك عاطف صقر مدرب فايز ومحمد صقر القيادة كانت للصقر زنور. ألف مبروك عاطف صقر، مبروك فايز ومحمد الصقر لهذه المهرة نفس ما شاء الله تبارك الله. ألف مبروك أحمد شعبري مدرب زينة التي حصلت على المرتبة الأولى في هذا الشوط يسلم كأس المرتبة الثانية لنفس. إن دل ذلك يدل على احترام متبادل والروح الرياضية التي تتألق فيها المدربين والفرسان. ألف مبروك، تحيات أولاد العم أبو قاسم من سولم، تحيات حي الله حي الله. مرتبة ثالثة مهيبة احتفت بالمراتب الثالثة بتاريخ مبين ومهيبة الملك رام أبو كليب. مدربين الاسطبلات أحمد المنصور القيادة كانت لمالك سواعد أبو الياس يسلم كأس المرتبة الثالثة. نذكر أن كؤوس مهرجان اليوم هي عن روح المرحوم يوسف أحمد التلات أبو أحمد رحمه الله مقدمة من العائلة. نذكر للجميع أن كؤوس مهرجان اليوم مقدمة عن روح المرحوم يوسف أحمد اكتيلات أبو أحمد رحمه الله مقدم من العائلة رحمه الله ويذكره فسيح جنانه وجعلها الله في ميزان حسناتكم وحسنات الفقيد بعون الله تعالى.